نشوف صورة جديدة ونتعرف على حاجة جديدة بالفرنسي. يلا معايا، بما اننا دلوقتي احنا حصتنا موجودة بالليل، فاكيد لما اجي اسلم عليكم قلت لكم اول حاجة ما جيت دخلت ايه؟ قلت لكم بونسوار. قلت لكم ايه ما جيت سلمت عليكم؟ قلت لكم بونسوار. بونسوار. يلا عايزين كده حد يقول معايا بونسوار. 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 يبقى بونسوار اما اجي اسلم على حد بالليل، قابلت اي حد بالليل واجي اسلم عليه هقول له، هقول له بونسوار. بونسوار. بونسوار ملك، بونسوار شيرين، بونسوار منال، بونسوار. بونسوار معناها ايه؟ بونسوار من الشكل اللي احنا شايفينه ده معناها ايه بالفرنسي؟ نفتح الميكروفون. يلا ملك، اسماء، شيرين، بونسوار معناها ايه؟ اما بنقابل حد بالليل بنقول له بونسوار. يبقى بونسوار هي التحيه اللي انا بقولها للناس بالليل. يبقى اسمها ايه بونسوار؟ بونسوار التحيه اللي بنقولها. ها يبقى اسمها مساء الخير. بونسوار. بونسوار. بونسوار عليكي يا شيرين. طيب لو قابلت بقى حتى شاركت الحصه بتاعتنا دي الصبح هنقول ايه بقى؟ هنقول بونجور. هنقولها ازاي؟ بونجور. يلا ربيتي، يلا اسمع سلمى. سلمى مش عايزه تشارك بالميكرو معانا، مفيش غير شيرين وملك. ملك نفتح الميكروفون يا ملك. يلا يا ملوكه، عايزين الكل يشترك معانا. شيرين بونجور. يا شيرين هتردي عليا تقولي لي ايه؟ شيرين بونجور. بونجور مدام. وي داكور. طب بونسوار ملك. بونسوار ملك. ملك بونسوار. اما اقول لك بونسوار هتردي عليا تقولي لي ايه؟ مدام منال. بونسوار مدام منال. برافو. احنا دلوقتي عرفنا تحيتين نقدر نقولهم، هما بونسوار بنقولها امتى؟ بونسوار بنقولها بالليل اما نقابل اي حد، وبونجور اما قابل حد فين؟ حد بالنهار. تعالوا مع بعضينا، خلي بالكم كل الحاجات اللي بقولها دي هنعمل بيها اغنيه في اخر الحصه. احنا دلوقتي قلنا اسمنا، قلنا اتعرفنا ازاي نعرف نقول اسمنا بالفرنسي. جو مابيل ملك، جو مابيل منال، جو مابيل شيرين. وتعرفنا كمان على تحيتين اقدر اقولهم الصبح وبالليل وهم بونسوار بما ان حصتنا بالليل، وبونجور لو كانت حصتنا بالنهار. طب تعالوا اقول لكم حاجه حلوه جدا تنفع هاي وتنفع باي. يعني انا لما اقابل حد من اصدقائي الحلوين اللي في المدرسه او اصدقائي اللي في النادي اقدر احييه واقدر اسلم عليه بحاجه سهله جدا وحلوه جدا، وهي اسمها، اسمها ايه؟ اسمها سالي. اسمها ايه؟ اسمعها سالي. 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 لي. سالي. سالي. سالي معناها ايه؟ سالي معناها هاي ومعناها باي. سالي. انا لما اقابل حد من صحابي ينفع اقول له سالي، واما اجي اودعه برضه ينفع اقول له سالي. اسمها ايه؟ هاي وباي عندنا بالفرنسي. سالي. سالي. برافو برافو، مطلعين الاكسون جميله. برافو برافو برافو. طيب ملك تقدري تقولي لي اسمك ايه بالفرنسي يا ملك؟ خلي بالكم انا كل شويه هعمل كيستشن واسال في الصور اللي احنا دلوقتي عرضناها. ملك. يا احلام. ملك. ايه؟ تقدري تقولي لي اسمك ايه بالفرنسي تاني عشان اصحابنا اللي لسه داخلين؟ جو مابيل ملك. جو مابيل ملك، برافو. طيب يلا يا شيرين. شيرين تقدري تقولي لي لو قابلتك الصبح هتحييه وتسلمي عليا وتقولي لي ايه؟ شيرين. ملك. بونجور. بونجور. بونجور مدام. بونجور مدام منال. بونجور مدام منال. بونجور شيرين. طب يلا يا احلام، احلام ادخلي معايا يلا عشان اقول لك ازاي بنقول تحيه المساء بما اننا دلوقتي بالليل. يلا يا ايه دخلي. يا مدام منال. ايه بونسوار يا ايه. نقفل الميكروفون يا ايه. انا شيرين. ايه انا كاتبه اسم غلط بس. طيب يبقى بونسوار احيي اصحابي بالليل، وبونجور احييهم بالنهار، وجو مابيل مدام منال اسمي مدام منال، وتعالوا هاي وباي قلنا اسمها ايه بالفرنسي؟ اسمها سالي. اسمها ايه؟ سالو. سالو. سالو ملك، سالو ايا، سالو. سالو احلام، سالو شيرين، سالو زينة. تمام. خبر خبر خبر. ليه الصوت مش واضح؟
الصوت مش واضح كده. حلو يا زينب، ونرفع ايدينا يا زينب. مدام منال ارفع ايدينا نتكلم يا زينب، نيجي الميكروفون ونسمع مدام منال. يبقى هاي وباي يعني ايه بالفرنسي؟ يعني سالي. مدام منال. طيب احنا خلي بالكم اما نيجي نقابل صحابنا هنقول لهم سالي، لكن ما ينفعش نقول لمدام منال سالي. سالي دي بتتقال ما بين الصحاب وبعضهم. قابلتي صاحبتك، قابلتي بنوته اصغر منك، قابلت اخوك الصغير، تقدر تقول له سليم. لكن بابا وماما والمدرسه بتاعتنا والمدير بتاعنا واي حد كبير ما ينفعش نقول له سليم، ولا في هاي ولا في باي. امال نقول له ايه؟ هنقول له بونسوار اللي خدناها من شويه، وهنقول له بونجور اللي خدناها من شويه. يبقى سليم دي بتتقال ازاي؟ بتتقال بين الاصحاب وبس.